في يوم العاشر من مايو تم بث حلقة بعنوان بي تي اس والخدمة العسكرية في برنامج الصحافة المعروف بي دي نوت على قناة ام بي سي. وتناولت الحلقة مشكلة الخدمة العسكرية وبدائلها للفنانين والرياضيين. وفي البرنامج قال تشويهو الأمين العام لمحتوى كوريا الموسيقي أن العضو جين من بي تي اس يمكنه تأجيل تجنيده حتى هذا العام، ولكن في العام المقبل سيتوجب عليه الانضمام إلى الخدمة العسكرية. وأوضح أنه من الأفضل له عدم انتظار تفعيل قانون بي تي اس والخدمة العسكرية. في النهاية بي تي اس الآن في حالة تجعلها من المستحيل أن تنضم إلى الخدمة العسكرية. في أخبار أخرى، أصدرت فرقة بي تي اس سي دي 2 من ألبومهما جديد بروف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم يوم العاشر من مايو. فألبوم بروف يضم ثلاث أقراص مضغوطة تحتوي على ثلاث أغاني جديدة، وتقوم الأغاني في هذا الألبوم على أفكار بي تي اس حول ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. في أخبار أخرى، العلاقة المميزة بين مينو وعضو وينر وجيني عضو بلاك بينك تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور، ومؤخرا التاريخ أعاد نفسه. لطالما كانت ردة فعل مينو لطيفة للغاية اتجاه جيني، وظهر ذلك من خلال رد فعلها عندما استمع إلى أغنية سولو في برنامج نوان براذرز. على وجه التحديد ظهر مينو جنبا إلى جنب مع الضيوف وطاقم العمل في البرنامج، ولعبوا لعبة خمن عنوان الأغنية، واكتسب مينو نقطة عندما تعرف على أغنية سولو بشكل صحيح. وقد أرسل مينو رسالة مبهجة إلى جيني قائلا حصلت على أغنيتك، ومن ثم رقص على الأغنية بدون أن يفوت أي حركة، وسرعان ما انتشرت هذه اللقطة على نطاق واسع. فالجمهور الكوري كان سعيدا بعلاقة مينو وجيني المقربة، فجيني دائما ما تظهر دعمها في حفلات مينو، بينما يستمر مينو في دعوة جيني إلى عروضه. في أخبار أخرى، على الرغم من أن ليسا تمتلك جسد مثالي للغاية، إلا أنها نادرا ما تظهر جسدها بشكل مثير، لذلك عندما تنشر ليسا صور لها بأزياء جريئة يصاب الجمهور الكوري والعالم بحماس كبير. ويظهر ذلك من خلال التفاعل الأكبر من المعتاد على منشورات ليسا بملابس البحر والبيكيني. ففي آخر منشور شركته ليسا على الإنستغرام الخاص بها كانت تهتدي ملابس البحر السوداء البسيطة فقط، ولكن تلك الملابس الشفافة أظهرت ساق ليسا الطويلة والنحيفة مثل الدمية، بالإضافة إلى ظهرها العاري إلى جانب وضعيات ليسا الأنيقة والمثيرة. كانت تلك الملابس البسيطة من علامات سيلين، وقدر سعر البكيني فقط بأكثر من $400. وفي غضون يوم واحد فقط استطاع هذا المنشور الحصول على أكثر من 7 مليون إعجاب. وسابقا في أكتوبر من عام 2021 سافرت ليسا إلى فرنسا للاسترخاء بعد الانتهاء من العروض الترويجية لألبومها لليسا، وهناك قامت بنشر صور لها من أعلى الصخور وهي ترتدي ملابس البحر. وعلى الرغم من أن هذه الصور تم التقاطها من الخلف، إلا أن الجمهور استطاع تحديد نسبة أبعاد جسد ليسا. والآن استطاع هذا المنشور الوصول إلى أكثر من 10.9 مليون إعجاب في 7 أشهر فقط. في هذه الأثناء تستعد الآن بلاك بينك للعودة التي طال انتظارها. على وجه التحديد تم التقاط صورة من قبل إحدى المعجبات رصدت بها ليسا أمام مبنى وكالة عجي في تمام الساعة 1 صباحا. وعلى الرغم من ارتداء ليسا للقبعة وقناع الوجه، إلا أن الجمهور استطاع التعرف عليها في الحال. ومع كل هذه التلميحات ما زالت وكالة وجي صامتة ولم تكشف عن أي معلومات أخرى ولا أي تفاصيل عن العودة. في هذه الأثناء كان هناك كثير من الأخبار السعيدة للبلانك منذ الأمس، لقد شاركت جيسو الأخبار الجيدة عن عودة بلاك بينك، حتى أنها شاركت أن هناك كثير من الأغاني الجديدة. على وجه التحديد مؤخرا ذهبت جيسو إلى ويف للإجابة على أسئلة المعجبين، وعندما طلب أحد المعجبين الكشف عن العودة القادمة للمجموعة ردت جيسو بالتالي: مرحبا، هناك كثير من الأغاني الجيدة، دعنا ننتظر قليلا ونستمع إلى الكثير من الأخبار السعيدة الجيدة مثلنا. كذلك ردت جيسو على أسئلة المعجبين الأخرى مثل ما الذي تفعله جيسو في الوقت الحاضر، ردت جيسو بأنها تصنع أمريكانو مثلج. وأيضا سأل أحد المعجبين ما إذا كانت جيسو ستصور أي فلوج، وردت جيسو بأنها ستحاول تصوير فلوج واحد في العودة القادمة. كانت ردود جيسو كافية لمنح البلينك المزيد من الأمل حول اقتراب موعد العودة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في القناة، وشكرا لك، إلى اللقاء.